شكلك مش غريب. غريب الا الشيطان. تعال. ما تخافش بالراحة. طيب على مهلك. استنى، طب هات ايدك. الحمد لله انك فقت. طب اقعد. طيب ثواني وراجع عشان خاطري، اوعى تتحرك لحد ما ارجعلك. دكتور أيمن، أنا نادية. أيوة بكلمك من المستوصف. عارفة إن جدولك مش النهاردة، لكن مش هتصدق العيان فاق. أيوة بتاع الحادثة. تلاتة بالله العظيم فاق وسايباه قاعد جوه أهو. طيب ما تتأخرش، مستنياك يا دوك. أنت عارف النهاردة إيه في الأيام؟ طب كم في الشهر؟ طب احنا تفتكر في سنه كام؟ يعني لا اسمك ولا عنوانك ولا الهوا. طب بص حاجه بقى، دلوقتي المشكله اللي احنا كمان ما نعرفش عنك اي حاجه. انت لما جيت لنا ما كانش معاك اي حاجه، لا بطاقه ولا كارنيه، وطبعا وانا مليم. ترخيلها بقى ابله ناديه، هي اللي توسطت لك عند اصحاب المستوصف. لولا كده كان زمانك مرمي في مستشفى حكومي بقالك 14 يوم. هو انا هنا بقالي 14 يوم؟ اه، من الثلاث اللي قبل اللي فات وانت في غيبوبه وعايش على المحاليل. طيب يعني هفضل كده لحد امتى؟ بص للامانه دي اول حاله فقدان ذاكره قبلها في حياتي، فبالتالي مش هعرف افيدك باي حاجه. بس انا على العموم رايح الكليه دلوقتي، ممكن اكلم لك دكتوره سعاد مندور اللي بتشرف على الماجستير بتاعي. بتهيألي هي ممكن تكون مهتمه بالحاله بتاعتك. ايوه يعني ممكن اتعالج، ارجع افتكر كل حاجه تاني. يا سيدي ما تستعجلش. بص عايزك عقبال ما ارجع لك امسك. لو افتكرت اي حاجه عن نفسك، عن العيله، عن الحادثه اللي حصلت لك اكتبها لي، بس اوعى تضغط على نفسك. ماشي؟ ابقى اكلمك بقى ناديه. ماشي يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. اطلع البيت.
بيت مين؟ انت بتستعبط يا امك؟ اطلع على بيت امي. اطلع. وايه اخرتها يا جون؟ شوف انت، واحد كان عايز يقتلني وسرق اسمي واداه لواحد تاني، شوف انت بقى تبقى اخرتها ايه؟ لازم احذرك ان زورك دلوقتي هيكون خطر عليك قبل اي حد تاني. ما تشغلش بالك بيا، خليك في نفسك. ايه دقيقتها مسافه السكه لحد ما نوصل للبيت وبعد كده هتاخد جزائك وبالقانون. عايز قانون؟ اهو القانون قدامك. اتصرف عادي كأن مفيش اي حاجه. باشا. خصوصيتك ورخصة العربية. حاضر. اتفضل. سليمة؟ تمام سليم. على فكرة الشخص اللي قاعد جنبي ما اعرفوش معاه سلاح وبيهددني بيه. نعم يا اخويا. والله العظيم. معاك بطاقة؟ لا معيش. نزلوه، نزل انت كمان. مش العربية. ويهدى بقى ان شاء الله. كان بيشوف حطوه في البوكس، خدوه معاه. لا معاك بطاقة ولا باسبور ولا رخصة ولا حتى شهادة ميلاد ولا أي إثبات شخصية، وعايزني أصدقك؟ يا فندم سبب قلت لسعادتك إن أنا ساعة الحادثة اتسرقت، يعني ما عادش معايا أي حاجة. تقوم تتهجم على الناس في عربياتهم بمسدس؟ أنا ما اتهجمتش على حد، هو اللي كان عايز يقتلني امبارح في مكتبه. الراجل ده مجنون، هو فعلا أول مرة أشوفه كان امبارح بالليل، جالي المكتب وتهجم عليا وسرق السلاح بتاعي اللي قدامك وأخد الفلوس اللي كانت عندي في الخزنة. عملت بلاغ ساعتها يا استاذ رفيق؟ لا حضرتك انا شغال في بيزنس كبير وحاجه زي كده ممكن تعمل لي شوشره، اكيد فاهم. يعني السلاح ده بتاعك؟ اه طبعا. وهي الرخصه بتاعته كمان. اتفضل. تمام. وانت بقى يا استاذ يوسف لو كان ده اسمك فعلا هنفترض ان كلامك صحيح والراجل ده كان عايز يتهجم عليه، ما بلغتش عنه ليه برضه؟ ما ترد؟ يا فندم اقسم لك بالله البنادم ده اتعرف عليا فعلا وهو الوحيد اللي عارف ومتاكد ان انا يوسف رمزي صاحب الشركه اللي هو شغال فيها. الكلام ده تخريف، لو هو فعلا يوسف رمزي صاحب الشركه خليه يقول لك اسم والدته ايه. ولا بجد فاكر الذاكره؟ طيب اتفضل يا استاذ رفيق، امضى على المحضر واستلم عربيتك وانتظر معانا بره شويه لحد ما نكشف على السلاح ونتاكد انه سليم. حاضر، نشوف حضرتك. اما انت بقى فموقفك صعب، هتبات في الحجز الليلادي لحد ما تتعرض على النيابه بكره الصبح. طيب بعد اذنك يعني ممكن اعمل مكالمه من تليفوني؟ والله لو حد يقدر ينجدك ويجيب لك اي اثبات شخصيه اتفضل كلمني. يا دكتور ايمن كان عايز يشوف امه. ما تقلقش عشان هتصرف زي ما اتصرفت في البيت بتاعت رأفت الراوي. فندم استاذ يوسف بقى له اسبوعين في غيبوبه عندنا في المستوصى وفعلا لما فاق كان عنده مشكله في الذاكره واسترجاع المعلومات. اقول لحضرتك انا ممكن اجيب لك تقرير ممضي بالكلام ده من اكبر دكتوره مخ واعصاب عندنا في المستشفى. اعذرني يا دكتور، كل اللي بتقوله ده ما يثبتش ان يوسف رمزي فعلا. وبعدين انا قدامي لست التهم، سرقه وخطف وشوع في قتل وحيازه سلاح بدون ترخيص، وعذر مرضي زي فقدان الذاكره ما يخلينيش افرج عنك دلوقتي. بالعكس ده سبب ادعى للتحفظ عليك لحد ما تتعرض على كشف طبي. طيب انا ممكن استاذن حضرتك اجيب له محامي دلوقتي؟ ولا اكبر محامي فيك يا بلد يقدر يخرجه الليله دي. بكره لما يتعرض على النيابه هم اللي يقرروا اذا كان ممكن اخلاء سبيله الكفاله ولا لا. القانون بيقول كده. خلاص يا فندم متشكر، انا ان شاء الله بكره اجيب له محامي واكون جبت معايا التقرير. بعد اذنك. اتفضل. ربنا يقويك بقى على ليلتي. معلش يا دكتور تعبتك ونزلتك من البيت. مش قلت لك الناس لبعضيها؟ مش محتاج اي حاجه تانية. شكرا. عن اذنكم. اتفضل. خدوا صور وحرص الحاجات اللي معاه لحد ما يتعرض على النيابه بكره. ما تخافش على حاجة، هتفضل معايا، بكرة لو خرجت من النيابة هبقى الدولة.
قول ان شاء الله. ان شاء الله. امتين؟ والمطلوب مني ان انا اصدقك؟ لو اديت نفسك فرصه تسمعني لحد الاخر اكيد هتصدقني. طب اتكلم. الخدمه الجايه اقدمها لك اني احذرك. هما خلاص عرفوا طريقك هنا. واكيد هبعت وراك حد عشان يخلص عليك. تكلم عن مين؟ رفيق؟ بتكلم على سارة واسمك وهويتك وسابوك كده. يا عيني مش فاهم حاجه. طب وليه ما تكونش انت واحد منهم وكنت جاي مثلا عشان تخلص عليا؟ لو عايز اخلص عليك ما كانش زمانك قاعد قصادي دلوقتي. طيب هنفترض جدلا ان انت ملاك نزل من السماء وجاي تحذرني فعلا. عرفت الطريق ازاي؟ تستغرب لو قلت لك اني متابعك من اول يوم نزلت في مصر على طياره لندن. انت مش تفتكرني. دي اول مره نتقابل. اسمي منتصر. انت عايز تقنعني ان انت واحد جاي تحذرني ليه كده وهتاخد بعضك وتمشي؟ سبق وقلت لك اني جاي اقدم لك خدمه قصاد خدمه. طب وايه الخدمه اللي انا ممكن اقدمها لك؟ عايز كل حاجة خدتها من خزنة الشركة بتاعت رفيق. ما اقصدش الفلوس. الفلوس ما تلزمنيش. كل حاجة تانية كانت موجودة في الخزنة تلزمني. حاجة زي ايه؟ تفتكر مين دي؟ مش واخد بالي. أقول لك يا فيبي. دي مغنية مشهورة. قصدي كانت مشهورة قبل جوزها ما يقتلها وياخد فيها تأبيدة. اسمها شجن. افتكرت عنها حاجة؟ ايوه. ايه علاقتها يعني بالحاجة اللي كانت في خزنة رفيق؟ في حاجة كانت موجودة جوه الخزنة بتاعت رفيق ليها علاقة بجريمة القتل. الحاجة دي تلزمني. ومن غير ما تسألني ايه هي الحاجة دي؟ أو عرفت ازاي انها موجودة جوه الخزنة؟ ولما تتأكد ان تحذيري اللي اقتلع في محله وانهم هبعتوا وراك حد عشان يخلص عليك هتثق فيا. ولو كنت لسه عايش بعديها يبقى تعالى قابلني في العنوان ده. هتلاقيني مستنيك. سلام يا يوسف. عايز تعمل دماغ عالي دماغ حلو هيبقى قرص كامل. في الاول مش هتبقى مستحمله، هتحس بغثيان، هتحس بدوخه برعشه. هتسمع وتشوف حاجات مش موجوده. انا اسف اسف جدا اسف. معلش اسف. ايه ومعلش ايه؟ مش تاخد بالك يا اخي. والله يا فندم انا مش عارف، انا معجب بحضرتك جدا. ما كنتش متخيل ان اليوم اللي هشوفك فيه هيحصل كده. معلش. معجب ايه وحضرتك ايه بس دلوقتي؟ انا اسف. بدل ما تاخدني من ايدي ونصلح اللي انت عملته دلوقتي. اه طبعا طبعا. اتفضلي حضرتك اتفضلي. استنى، هو انا شفتك قبل كده؟ والله في الحقيقه انا اول مره اجي هنا. بالنسبه لي انا شفتك كتير طبعا بس مش هنا. ده ما خفيف. اسمك ايه؟ يوسف. يوسف رمزي. اتفضلي. دي مغنية مشهورة. قصدي كانت مشهورة قبل جوزها ما يقتلها وياخد فيها تأبيدة. اسمها شجن. أصل أنا رجل أعمال صغير على قدي. تشتغل في إيه؟ في السياحة. عندي قرية محددة في البحر. وإيه اللي رماك وسط الغيلان دول بقى؟ مش عارف والله. أنا واحد صاحبي عزمني هنا ومن ساعة ما جيت بدور عليه مش لاقيه.
عشان كده ما كنتش شايف قدامك خالص. اعمل ايه بس مستجد. والله احسن لك على الاقل لسه ما اتجوزتش. هو لازم يعني؟ يعني هو احب اقول لك ايه عشان يبقى عندك اللي عندهم الحقيقه. لازم يعني كل الناس دي ملوثه؟ شايف انك بتبالغي شويه. والله انا كنت زيك كده بحلم بقى واحده منهم لحد ما قربت. واللي بيقرب ياما يشوف. ايه عايزه تقنعيني مثلا انك مش سعيده في حياتك؟ عايز تقول يعني عشان شويه الشهره والنجوميه والميك اب والجو ده يعني؟ والصوت الساحر والموهبه والحلاوه والجمال. يا بنتي ده في مرحله في حياتي كان عندي ازمه عاطفيه، كان كل املي في الحياه ان انا اقعد كده وتغني لي لوحدي. تصدق انا اللي نفسي والله حد يقعد جنبي كده ويطبطب عليا ويغني. اه مش هقدر اغلبك، صوتي كارثه. اصل الانسان كده لما يشتهي ويحقق كل احلامه بيرجع تاني يتمنى ابسط الحاجات، يعني زي حد يفهمه ويقعد جنبه يحس بيه. مش قادر اصدق انا بسمع الكلام ده من شجن الفنانه المشهوره. انت طبعا عارف حكايتي مع زياد عسكر صح؟ لا. ما بتعرفش تكذب. انت زي كل الناس فاكر ان انا وهو مترافقين، بس على فكره احنا مش مترافقين ولا حاجه، احنا متجوزين في السر. هو يعني مش عايز يظهر بيا قدام الناس عشان خاطر مراته بنت الحسب والنسب. زي ما تقول يعني شايلني كده في دولاب لوقت عوزه. طب اسمحي لي يعني لو ما فيهاش رزاله. اتفضل. ايه اللي يجبرك على كده؟ ما انا زي انا كمان متحاميه في نفوذه وفلوسه، شايله برضه الوقت عوزه في الدولاب. غريب قوي، انا بصراحه كنت فاكر. لا ما تفتكرش قلبك ابيض. قولي انت بتكون هنا في القاهره؟ يعني شويه وشويه، شويه في البحر الاحمر وشويه في القاهره. اشمعنى؟ يعني اصلا انا بعمل حفلات كده في البيت من وقت للتاني. يعني لو انت فاضي ممكن تشرفني يعني اعزمك هنا. يا فندم ده شرف كبير، يا ريت الحفلات دي تبقى كل يوم. ده شرف ليا انا مستجد. طيب ايه اخبار بقى شقه 35؟ ميعادك بالسنة. ما تعودش تتأخر عن ميعادي. برافو عليك. اتفضل. على فكرة الحفلة أنا أخرتها. صعب كتير قوي المعازيم هتوصل. أنا قلت الحفلة اتلغت ولا حاجة وأنا ما خدتش خبر. عادي جدا. لو عايزني ألغيها ألغيها. وأقعد أغني لك لوحدك زي ما حلمت في يوم من الأيام. أنت لسه فاكرة؟ ولا دي حاجة تنسي برضو؟ أنا عمري ما شفت بجاحة ووشي مكشوف للدرجة دي. وليه بتقول بجاحة؟ ليه ما تقولش وضوح وصراحة من غير لف ودوران؟ حضرتك جاي بيتي طالب الجواز من مراتي. قول لي صراحة ووضوح. بس ما تقولش مراتي. مراتك وولادك قاعدين هنا في البيت، ولا أنت نسيت ولا إيه؟ شجن دي أنت معلقها معاك بحتة ورقة اللي راحت ولا جت. وشايلها على الرف كمان لوقت عوزة. وبيتهيألي شجن ما تستاهلش منك ده كله. أنت يا دهبل ولا بتستعبط؟ متشكر على ذوقك. بس يا ترى بقى عندك الشجاعة الكافية انك تقف بره كده وتعلي صوتك وتقول الكلمتين دول؟ وتقول كده قدام المدام والاولاد انك متجوز واحدة تانية ولا الشويتين دول قدامي هنا بس؟ انت عارف اللي يفكر مجرد تفكير من له دراعي ياخد حاجة غصب عني، انا ممكن اعمل فيه ايه؟ شجن مش حاجة يا باشا، وانا مش جاي استأذنك، انا جاي ابلغك. قصدي جاي اتسبق قبل ما اطب عليكم في شقة الدقيق. معاصي الهانم فاكرين نايم على وداني ومعرفش ايه غرامياتها. خدها مني نصيحة يا ابني لوجه الله، اهرب، سيب البلد بحالها. لان لو شفتك قدامي مرة تانية هقتلك واقتلك. ما عنديش مانع على فكرة، انا ممكن اعرف فعلا، بس لازم سعادتك تكون واثق ومتأكد ان انا يوم ما اهرب هاخد شجب معايا. دخلت هنا ازاي؟ حاجات كتير قوي لقيت نفسي فجأة بعرف اعملها، مش عارف اتعلمتها ازاي وفين. خلص عليا. أنا جاي أفهم منك إيه اللي حصل. تعملي كده ليه؟ وإزاي تقبلني واحد ياخد مكاني ويعيش هنا في بيتي؟ ده مش بيتك.
وانا مش امك. رفيق هددك بيها عشان تذكريني. احكي لي يا امي احنا لوحدنا. وحتى لو كانوا بيراقبوكي ما تخافيش انا هتصرف. مش مضطر اشرح لك حاجه. انا ما اعرفكش. انت كذاب. انت مسافر بكره لندن وحاجز التاكسي يوصلك لنفس البيت اللي كنا فيه مع بعض. الكلام ده ما حصلش. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ اسمع كلامي. انت زي ابني. زي ابنك؟ حلو. طيب على الاقل قولي لي المفتاح ده بتاعي. انا فاكر ان احنا اتكلمنا عليه واحنا في لندن. ابوس ايدك يا امي. ده اخر امل ليا عشان افهم اي حاجه. المفتاح ده انا ما شفتوش قبل كده. وانت انا ما اعرفكش. وهي كلمه عايز تخلص عليا اتفضل. مش عايز يبقى تتفضل بره. ايه المفتاح ده يا يوسف؟ مش هتبطلي العادة دي؟ مش هتبطلي تدوري في حاجتي؟ انت اللي ناسيه على الكومودينو في اوضتي. وانتي مش المفروض تخشي اوضتي؟ الحق عليا. ابني وبطمن عليك. ابنك كبر مبقاش عيل صغير. مش قادرة اصدق كل السنين دي ومش قادر تنساها. اوعى تكون فاهم ان المفتاح ده هو اللي هيرجع لها الحياة تاني. لا ما انتش صدق. المفتاح ده هيرجع لنا الحياة. مش فاهم. بقول لك التاكسي واقف بره، وانا التاكسي بيعد بالاسترلين، وانت الطياره هتفوتك، يلا بينا وانا يا ست اوعدك في السكه مش هحكي لك اي حاجه. انت مفيش فايده فيك خالص. يلا يا سوسو، يلا هنتقطع. طبعا يلا هنا بقى بصي. هذه المفاجأة. لسه لما تشوفي جوه، استني بس. بس شفت حاجة؟ اتفضل. مش هتقول لي بقى المفتاح ده حكايته ايه؟ انت عارفني زنانة، مش هتخلص مني غير لما تقول لي. أنا قلت أنت نسيتي خلاص. ماشي يا ستي. المفتاح ده بقى إن شاء الله هو اللي هشتري بيه حياتي الجديدة لما أنزل مصر. تشتريها إزاي ومنين؟ من زياد عسكر. زياد عسكر المسجون؟ سهرة جميلة جدا. استمتعت. بس للأسف الوقت خلص دلوقتي. يا راجل كان في أيام وذكريات ما بيننا حلوة أوي. بس خلاص. السلامة يا جو.
يا جو اهتمي مش قبل ما اعرف منك كل حاجه. اقول لك اقتلني يا جو قبل ما نقتلك. انا مش هتكلم وحياه امك لا تتكلم. يونايتد تريد انترناشونال، بيانات الشركه اللي طلبتها يا سياده المقدم. عملت لي في الاوضه اللي قلت لك عليه جبته؟ ايه ده في مكتب سيادتك بقاله اكتر من نص ساعه. والمعلومات اللي طلبتها منك عن يوسف رمزي عملت فيها ايه؟ في ثلاثه من رجالتنا شغالين على الموضوع، وان شاء الله في اقل من ساعه تكون كل المعلومات عند سيادتك. ماشي روح. لو خلصوا وانا مش موجود بقى كلمني قول لي المفيد. اوامرك يا باشا. حبس احتياطي 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة الشرافة قتل ربابع عز الدين. مظبوط. ومؤجل لحين العرض على محكمة الجنايات. انت كمان ما وكلتش محامي. طب ليه بقى رفضت ان محامي رأفة الراوي يحضر معاك؟ عشان ما اربطش رأفة الراوي باللي حصل لا من بعيد ولا من قريب. ولا حرضني ولا كان عنده علم من اصله. وائل انا مش جايبك هنا عشان اسالك لا على رأفت الراوي ولا على ربابع عز الدين. هسالك على يوسف رمزي. انهي فيهم؟ انت الوحيد اللي قلت انهم اتنين. عشان هم اتنين فعلا. الاولاني اللي جانا الحمله وقابل رأفت الراوي الكلام ده يومانوها اختفت، والتاني اللي عرفت منه ان هم قتلوها عشان هي الوحيده اللي شافته. وانت ايه اللي خليك تصدق الكلام ده؟ ما يمكن اي حد بيستخدمك لمصلحته عشان يضرب بيك رأفة الراوي. بصراحة فكرتش كتير. كان لازم حد ياخد حق الغلبانة اللي اتقتلت من غير ذنب. وبعدين يعني ما كلهم بيستخدمونا لمصلحتهم. ايه الجديد؟ ماشي. قولي ده بقى مين فيهم؟ ده التاني اللي عرفت منه ان هم قتلوها. ها قولي بقى يا رفيق، هديت امي بيه عشان تنكرني؟ مارادونا ده عليه حركات. مارادونا؟ مارادونا يبقى اشهر لعيب كوره بعد بيليه في كاس العالم 86. دخل جون بايده والحكم ما شافوش. حسب وارجنتينا اخذت الكاس. اخلص يا رفيق. غلطه صغيره تخلي فريق ياخد الكاس والفريق التاني يلبس الطرحة. طيب بلاش دي. مين ممدوح داخل؟ قتلني يا جو. يلا هقتلك بس الأول قول لي المفتاح ده بتاع ايه؟ عشان كده تسألني على ممدوح تاغر؟ مين اللي اداك المفتاح ده؟ انت يا اخويا لما رجعت من لندن في المكتب عندي. ايه
عيني مفتاح لك جدا. يعني انت ما تعرفش؟ هعرف منين؟ تقول حاجه لحد اصلا؟ طيب طالما كده بقى بطل رغي وحط المفتاح في الخزنه، ولما احتاجه منك تجيبه لي. ماشي؟ ماشي. طيب انا هخلع. على فين؟ شقه الدقي؟ عيبك يا رفيق انك بدات تفهمني اكتر من اللازم، خاف على نفسك بقى. لا يا باشا، مش انا اللي خاف على نفسي. خاف انت على نفسك. سلام. سلام حبيبي. طيب مش مهم المفتاح، ما قلتليش مين ممدوح داخل. يوسف في اتنين معاهم سلاح داخلين علينا. تقريبا روحنا في 60 داهية صح؟ بتبيعني يا ايمن؟ لا انا المرة دي ما كانش ينفع اعدب عليه، ده جاي يتهمني في حوار دكتورة سعاد، بيتهمني انا يا يوسف. وهو عارف منين؟ انا مش عرفني، اكيد لقى جثتها. وبعدين انت عايز نسأل واحد في الامن الوطني، انت عرفت ازاي؟ طيب ده كنت خدتها لها ونزلت معاها ووصلتها المانيا الباين. ايوه يا سيدي، وديتها لصاحبتها واتنقلت رحت المستوصف على قدري. فين في المانيا؟ انت هتروح لها؟ فين في المانيا؟ خش اول شارع يمين. معلش انا ما لقيتش مكان تاني روحه، انا في كارثه. ما انا عارفه لسه راجعه من الشقه وعرفت كل اللي حصل. دول طلعوا بيراقبوه بجد زي ما انتي قلتي، بعد ما جالي الصبح طلعوا وراه. طبعا اضطر يدافع عن نفسه. طب والجثه التانيه؟ جثه مين؟ الدكتوره اللي اسمها سعاد مندور دي. مالها دي كمان؟ مالها ايه يا هاله؟ دي لقوا جثتها عندنا في البيت واخده رصاصه هي كمان. عندنا؟ عندنا احنا في البيت ازاي؟ عندنا ازاي؟ قولي لي انت ازاي؟ وانت ما بقيتيش مع كوكا لوحدك يا ست هاله، انا كمان اتعكيت معاكي. ما انا عايشه معاكي في نفس البيت. هاله حسام هيتجنن عليكي، بالذات ان الشهود شافوكي نازله تجري مع اللي اسمه يوسف ده. هو حسام كان عندنا في البيت؟ اه كان عندنا وعايز يساعدك باي طريقه. طب انا ما كنتش موجوده في البيت لما كل ده حصل، انما انت بقى، بالذات ان الناس شافوكي نازله تجري مع راجل غريب بعد ما سمعوا صوت ضرب نار. انت ازاي يا بنتي ما انتش حاسه باللي انت فيه؟ هلا كلمي حسام، حسام هو الوحيد اللي هيعرف يساعدك. لا حسام لا. هو ايه اللي حسام لا يا هاله؟ اسمعي كلامي وكلميه. اسمعي مني انا، انا اصلا مش عايزه اتكلم. يا هاله استني، يا هاله استني، هاله استني واحده يا هاله، هقول لك حاجه يا هاله. هاله هاله انت تاني، انت عايز مني مسني في حالي بقى يا بنتي؟ اسمعي بس. اسمع ايه؟ في مصيبه تانيه جايه تشيلهاني يا اخوانا؟ احنا في نص الشارع، انتوا جايين تتعاتبوا دلوقتي يا بنتي؟ شغلي مخك شويه، الناس اللي وصلت لك دي زي ما وصلت في المكان اللي كنت فيه ممكن توصلك في اي حته في الدنيا. اه وانت بقى اللي هتحميني. طب على الاقل قولي لنا على ايه، هتروحي فين؟ هروح عند عمي، ما انت عارف ضابط بوليس وهيقول لي اعملي في المصيبه اللي انت وقعتني فيها. كويس قوي، تعالي اوصلك، دي الطريقه الوحيده اللي توصلي فيها بامان. وليك عليا يا ستي، لما اوصلك هناك مش هتشوف وشي تاني. يلا بقى. مش دي عربية حسام؟ هحكي لك في السكة، يلا يلا.
اتفضلوا. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. استنى انت يا يوسف، فارس بقى عايزك. كان معاك سلاح يا جو؟ الحمد لله على السلامة. معلش انت المرة دي هتقعد معانا هنا لحد بكرة. اشمعنى؟ يا سيدي هحقق لك كل طلباتك، هتزور زياد بكرة في السجن، بس بعد كده بقى عاوز اشوفك عشان تقولي المفتاح بتاع ايه. والله بحاول افتكر. براحتك، خد وقتك يا سيدي، يوم شهر سنة، بس ما تزعلش مني، انت مش هتخرج من هنا قبل ما تفتكر، لا انت ولا اللي معاك. مش فاهم، رهائن يعني ولا ايه؟ رهائن ايه، مفيش داعي للكلام الكبير ده، انتوا هتقعدوا عندي هنا ضيوف معززين مكرمين. شوف يا سيدي، انا بكره طالع على روما ومش هتاخر، هما يومين اتنين وراجع على طول، وبليز ما تتكسفش من منتصر. منتصر ده هيبقى معاك على طول هنا، اي حاجه تعوزها تطلبها منه، واي حاجه كمان تفتكرها برضه تقولها له. متهيألي كده fair enough. fair enough. ماشي. اتفضل. الناس اللي معايا راحوا فين؟ ما تقلقش عليهم يا يوسف، كل واحد قاعد في اوضته. طيب لو احتجت تنزل اعمل اي حاجه. انت مش في اقامه جبريه يا جو، اتحرك في المكان كله براحتك، بس داخل حدود المزرعه، برا المزرعه لا، احنا بنخاف عليك. ماشي. طيب بالنسبه لموضوع الزياره بتاع بكره ده، انت عارف ان معيش بطاقه، هتدخلني اشوف زياد ازاي؟ تستعجلش يا يوسف، خلي كل حاجه في وقتها. تصبح على خير. مالك قاعدة كده ليه؟ سرحانة في ايه؟ هيكون في ايه يعني؟ مش قادرة أصدق إني متدبسة معاك عشان قصة حبك القديم. أنا نفسي مش قادرة أصدق ولا قادر أفهم أي حاجة. بيتهيألي إن أنا ما حبيتش اللي اسمها شجن دي بجد. مش ممكن أكون حبيتها بجد ونسيتها بالشكل ده. مش ممكن ليه؟ ما أنت فاقد الذاكرة. فاقد الذاكرة أه. بس برضه لما افتكر الموضوع ده ما بقدرش افهم حقيقة مشاعري من ناحيتها. جايز كنت بحس لها حاجة بس اعجاب، مش عارف. ممكن تكون التجربة اصلا كانت غلط، عشان كده كنت عايز اصلا تنساها. يمكن الظاهر بقى ان احنا الاتنين اتكتب علينا ان هي تجارب غلط. لا ليه؟ أنا قصتي مختلفة. أنا شفته كان ضابط وأنت فاهم بقى، البدلة والكاب.
بس لما شفت الوش التاني كان الوقت اتأخر. انتي فضلتي معاه قد ايه؟ 3 سنين. استحملت اللي مفيش واحدة في الدنيا ممكن تستحمله. كان عصبي وقليل الأدب وتفاهم معه، بس أوقات كان بيبقى ملاك ويرجع تاني يبقى شيطان. أنا نفسي مش فاهمة. المهم يعني مهم إن أنا استحملت في الآخر وخلاص، لحد ما وصلت للقتل. قتل؟ كنت حامل في الشهر السادس، كان أول. كان أول بيبي. كانت خناقة عادية يعني، ما كانش فيه مصيبة. ضربني وزقني على الأرض وضربني في رجله، برجله في بطني. نقلوني بعدها المستشفى ولحقوني، بس ما لحقوش البيبي. طيب عمك كان فيه من ده كله؟ لا، عمي اصلا هو اللي مجوزني حسين. كان ضابط تلميذ عنده في المباحث. اصلا لما جيت اتطلق هو وقف معايا هو وقاطعني من ساعتها. ولسه مقاطعك لحد دلوقتي؟ مش فاهم هتروحي له ازاي؟ انا ما عنديش حد تاني اروح له. وبعدين البيت اللي انا كنت قاعده فيه ده مش بيتي، ده بيت الشركه، وانت فاهم طبعا اني مش هرجع له تاني. معلش يا لا سمحيلي، هقول لك ان كل ده هيعدي ان شاء الله. اوعدك ان زي ما وردتك الورطه دي هطلعك منها. يوسف، يوسف، تعال هنا. من امتى؟ مفيش، من ثواني خبطت كذا مرة ما فتحتش فدخلت. يلا عشان لسه قدامنا مشوار طويل، احنا رايحين سجن المزرعة. انت طلعت لي ازاي تصريح عشان نخش السجن؟ مفيش، بطاقة مضروبة باسم اي كلام، صورتك منورة فيها. اما التصريح بقى فمختوم مامتي من الداخلية. ما تقلقش انا هدخلك لحد جوه. لا، القعدة اللي بيني وبين زياد هنبقى انا وهو لوحدنا. انت مش محتاج حد يوصلك ولا هتاخد تاكسي العاصمه؟ يلا قدامك نص ساعه هتلاقيني بره في العربيه مستنيك. خش. حذرتك قبل كده، مسمعتيش كلام. وتيجي دلوقتي متهمة في جريمتين قتل. بس انا ما قتلتش حد. انا عارف، بس عرفتي واحد قتل، عرفتي معاه قدام الناس. ممكن يصدقك دلوقتي. هو انتوا شاكر احنا بننسى كده. حسين، اه كده، ان عمك هيحميك منه. ايه ده كذب؟ ناس كتير، اقسم بالله. مش فاهمة انا ايه جوايا. سيبها، خلي كلامك معانا. أنا بحلم. لا، ما بتحلمش على حاجة. قلت لها شجاع فعلا.
ماشي يا عم البطل، تحب اعدلك لفة الجرايم اللي انا هوصلك بيهم لحبل المشنقة ولا انت عارفهم؟ عملتش حاجة غلط، انا كنت بدافع عن نفسي، بدافع عن حياتي. ده شيء. طب ودكتورة صعب منظور دي بالذات انا ما قربتش ناحيتها. فعلا؟ طيب تعالى معايا ونشوف الكلام ده مع بعض. صح يا يوسف، انت لازم تروح معايا، احنا كده كده كلنا تقريبا رايحين في 60 داهية. اهلا، ازيك يا دكتور ايمن؟ وايه بقى؟ لسه في حد تاني في اي حتة هيطلع لي فجأة ولا ايه؟ انت لسه شبيعة؟ صدقني ها. برافو، حقيقي برافو، شيء في منتهى الجمال. نزل مسدسك يا حسام. المفتاح لسه معاك؟ معايا. انت قلت لي انك افتكرت مكان عوام على النيل. مظبوط. وما قلتش الكلام ده لفارس عسكر ليه؟ عشان لو قلت الكلام ده لفارس عسكر، فارس عسكر مش هيبقى محتاجني في حاجه، ولما بقاش محتاجني في حاجه هيخلص عليا. تفتكر لو رحنا المكان تقدر تتعرف على العوامه؟ بيتهيألي لو ما اتغيرش كتير عن زمان اكيد هفتكره. خلاص بكره الصبح هنطلع على الكورنيش نعدي رايح كاهي وندور عليه. انت تعرف صحفي اسمه رجب الشل؟ وانا بقلب في الكراسه بتاعتك لقيت ان ده اخر اسم. ما تفتكرش انه صحفي مثلا؟ بيتهيألي كده، بيتهيألي عمل كتاب اسمه فوق القانون. هو انت كل اللي تعرفهم كده؟ كده ازاي؟ واحدة اتقتلت وواحد اختفى. اختفى؟ ايوه، رجب الشال الصحفي المعارض اختفى من 12 سنة من شقته في العجوزة، ولغاية دلوقتي مش لاقيين له أثر. الشيء الغريب ان اشمعنى ده بالذات ساعتها اتهموا النظام فيه، يعني مع ان فيه صحفيين معارضين كتير. نظرية المؤامرة بقى اشتغلت. السؤال بقى اشمعنى هو بالذات؟ والسؤال ده اجابته عند حضرتك؟ الاشاعات جاوبت عليه، قالوا ان هو على خلاف مع شخصية كبيرة. خلاف على ايه يعني؟ هيكون ايه يعني؟ زمان نابليون قالها، شخشيلة فم، فتش عن المرة. بيقولوا لي انك بقيتي احسن دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. يعني بكره هنخرج من هنا مع بعض الصبح؟ على فين؟ اتهامك الصريح لرأفت الراوي في التلفزيون هخلينا نفتح مع بعض صفحة جديدة. هنخرج من هنا مع بعض وهنروح مكان محدش يقدر يوصل لك، وهننسق مع بعض على مدار اسبوع كده ظهورك على التلفزيون، وبعد كده تركبي الطيارة وتروحي اي حتة انت عايزاها. سيبي بقى من المشاكل دي كلها. والمفروض بقى ان انا اصدق الكلام ده؟ طبعا. مش بس كده، حطينا في حسابك نص مليون جنيه، يعني ده يطمنك ويحط في بطنك بطيخة صيفي. بجد يا رفيق؟ يعني كل اللي فات مات؟ مات واتدفن كمان. منور يا استاذ رجب. ده نورك يا فندم. ايه يا عم الكلام الجامد ده؟ ده انت مشرح النظام من اكبر راس لاصغر راس، ايه مش خايف ولا ايه؟ الخوف ده كان زمان، وبعدين دي يعني كلها مجرد مقالات اتنشرت في جرايد معارضه، بس ما حدش كان مديلها ودن. السلطه انفصلت عن الجماهير بقالها كام سنه كده، واحنا كلنا برابطه المعلم بندن في مالطه علشان ناخد ثواب الجماعه. اه بس مش اي معارضه، مش اي معارضه حرقه بالشكل ده. بيقولوا عنك يعني ان انت متحامي في اسمك وسمعتك والناس الثورجيه اللي بتحبك. يا سيدي الصيت ولا الغنى. محدش واخد منها حاجه، وبعدين يعني الكفن اصله ملوش جيوب. تصور اني لغايه دلوقتي ما عنديش عربيه واني بركب ميكروباص. ليه؟ عشان تبقى يعني قريب من الناس؟ لا ابدا، علشان الفلوس بتشوفني من هنا بتجري على الناحيه الثانيه. طب يا سيدي ربنا يديك ويدينا.
لا بس من غير مجاملة، حقيقي صحيح أنا قريت الكتاب بنفسي وحاجة جميلة جدا، بس مش شايف إنك مزودها شوية مع اللي اسمه عفيف الشاذلي ده؟ ولا أنا بيتهيألي؟ شوف حضرتك، أنا ما بحذفش حرف من اللي كتبته، وإذا كان الموضوع ده هيعمل لكم إحراج فأنا يا سيدي ولا إحراج ولا حاجة، وإذا كنت أنت ما بتخافش فإحنا ما بنخافش برضه، وبعدين ما تنساش إن إحنا اللي كلمناك بنفسنا وطلبناك بالاسم. وده في حد ذاته غريب ومريب. أنا بقالي 20 سنة بشتغل في الصحافة والنشر، وعارف كويس قوي إنها شغلانة يعني مش مربحة لدرجة فندق 5 ستارز زي دوت يعني. ربنا يزيدكم ويبارك يعني، أنا مش بحسد، بس يعني إيه اللي يرميكم على شغلانة فقرية زي دي؟ عشان إحنا ما بنبصش تحت رجلينا، إحنا دايماً بنبص للمستقبل. دار النشر دي واحدة من ضمن شركات كتير قوي، ولو أنت شايفها مش مربحة دلوقتي قدامها تبقى مربحة إن شاء الله، خصوصاً لو جودة الكتب بالشكل ده. وجايين من أولها كده تخبطوا في النظام؟ مسؤولية الكتابة على الكاتب مش على دار النشر، إحنا مجرد وسيط بينك وبين القارئ. خلاص على البركة، بس من غير ما يتحذف حرف. اتفقنا. وده يا سيدي بروفة للكتابة أهو، راجعها بنفسك وتأكد إن إحنا ما حذفناش حاجة. ودي نسخة من العقد. وشيك بأول دفعة، اتفضل. والعقد أهو. شوف تحب نمضيها. والله يعني أنا أفضل بعد بكرة في شقتي في العجوزة. أنا مش حمل مشوار لفنادق ملزقة زي دي. ماشي. بعد بكرة الساعة 9 إن شاء الله هكون عارف. حضرتك شادي الحملاوي مش كده؟ أيوه. أنا اللي من امبارح بزن عشان أقابلك. تحت أمرك. خير؟ مش خير طبعًا. أنت اللي عفيف زقك على رجب مش كده؟ عفيف مين يا فندم؟ ما تستعبطش. عفيف الشاذلي. الكلام ده جايني من حد شغال معاه. واضح ان في سوء تفاهم. بلغ عفيف ان كل اللي بيعمله ده مش هيخليني ملكه، مش هيشتريني ولا هيخليني اطلع رجب من دماغي، فاهم؟ بلغه الكلمتين دول من فضلك يا استاذ مراد. انا مش فاهم اي حاجه، انا اذنك. دي شك ان عفيف الشاذلي هو اللي زقاني عليه. بقول لك ايه، من الاخر لو ما خلصناش النهارده كل الفلوس والمجهود هيروح على الفاضي. يا راجل الستات دول عليهم حركات، بقى واحدة زي شهد تسيب واحد زي عفيف بكل العظمة بتاعته لمعفن زي رجب؟ الحب القلب وما يريد. وبعدين واحدة زي شهد دي مش محتاجة هيلمان عفيف في حاجة، دي واحدة اتجوزت بدري وجوزها مات وساب لها ملايين ما تتعدش، ما تشوفش مزاجها ليه بقى؟ هو مزاجها ما قفلش غير عليه ده؟ زي ما مزاجه ما قفلش غير عليها من دون نسوان العالم كله. وبعدين اللي انت ما تعرفوش بقى ان رجب الشيل ده هو حبها الاول، دي قصه طويله جدا، بس اهلها رفضوه واختاروا العريس الغني، عشان كده هو كمان ما اتجوزش. يلا يا دوب نص ساعه وتحصلني على فوق. ايه بقى؟ هو احنا مش كان معادنا بكره ولا ايه؟ معلش اصل في الحقيقه جات لي سفريه مفاجاه، لازم اطلع امستردام الصبح، قلت لازم نمضي العقد قبل ما اسافر. حظك كويس اني ما خرجتش، بس لاحظ ان لسه ما راجعتش حاجه. يا سيدي راجع البروفه براحتك، المهم نمضي العقد ونتفق على كل حاجه. ماشي، حس كده بقى لحظه واحده. الو زنكلوني، بقول لك ايه؟ كيلو مشكل بقى على مزاجك كده وحياة والدك علشان عندي ضيوف، وهات لنا نص طرب، ها؟ مستنيك ما تأخرش عليا، سلام. أنا شايف ما كانش له لازمة التعب ده. لا معلش، شرفتني يبقى تاخد واجبك، وبعدين يعني أنت جاي تنفعني، وأنا في النهاية راجل مش بخيل. طيب ماشي، مش نمضي القعدة بقى؟ ماشي. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. رجب سعد الشال. مبروك يا استاذ رجب. الله يبارك فيك.
يعني انت دلوقتي يوسف رمزي ولا ممدوح داغر ولا مراد الشيشي؟ ما اعرفش، ممكن اكون كل دول وممكن ما اكونش ولا واحد فيهم. لا يوسف انت كده هتهبلني، انا كل ما احس ان انا فهمت حاجه بتحسس ان انا ما جيتش اصلا. رجب الشال فعلا مختفي من 12 سنه، وكتابه الاخراني اللي انت بتقول عليه ده ما اتطبعش اصلا. يعني ايه؟ يعني ما فيش كتاب نزل السوق اسمه فوق القانون؟ لا استنى، اخواته حاولوا المشروع على حسابهم بس واضح انهم ما عرفوش، كمان اتلخموا في موضوع اختفائه الغريب ده. استنى كده، بيقولوا اخر مكالمه عملها كانت للمطعم اللي بيطلب منه دايما، وقال ان عنده ضيوف، الولد اللي جه يوصل له الطلبات ده ما لقاهوش، ومن ساعتها هو مختفي. الله يرحمه مجعان. على فكره ده اختفى، ممكن جدا يكون عايش. وايه اللي عايش؟ انت بتفكري ازاي؟ هيكون عايش ازاي؟ انت بتقولي مختفى من 12 سنه. انا عايز اعرف بس هو اختفى امتى بالظبط؟ يعني عايز اعرف اليوم. 25 اغسطس 2002. يوسف في حاجه غريبه، بيقولوا ان عفيف الشاذلي مسجون بتهمه التربع، وهو في السجن طلق مراته عشان يبقى لها ذمه ماليه منفصله. عارف مراته دي مين؟ مين؟ شاهد الحملاوي. حضرتك شاهد الحملاوي مش كده؟ ايوه. بيقولوا مخلف منها ولد وحيد اسمه علي، وعنده دلوقتي 8 سنين. ايه يا جماعه؟ جاهزين؟ هو رفيق طالب كام؟ هو باشا بصراحه طالب رقم كبير، بس احنا ممكن نتفاوض معاه. مش هتفرق، كلمه وحدد معاه ميعاد وخليه يقابلني. ما نشوف. امر يا باشا. مين معايا؟ ايه ده؟ ده من صوت رفيق. اه بس ده صوت منتصر مش كده؟ يوسف، ازيك يا يوسف؟ للاسف رفيق مش هيعرف يرد عليك دلوقتي. يا اخي كل ماده بتثبتوا لي ان انتوا عاملينها فيا مع بعض. ده بأماره لما احنا عملنا لك كل اللي انت عايزه وفي الاخر سبتنا وهربت؟ بقى انا ترفع عليا سلاح يا يوسف وتاخد مني العربيه؟ الشاطر اللي يعرف يحمي نفسه يا منتصر. تحمي نفسك من مين يا ابني انت؟ واحنا لو عاوزين نسيك كنا سيبناك وانت تحت ايدينا. المهم انت صحيح لقيت المكان اللي كنت مخبي فيه دليل البراءه؟ ايوه لقيته. ما رجعتلناش ليه؟ طبعا عشان رفيق ضحك عليك وخده منك. الدليل معايا. طب ايه هو الدليل يا يوسف؟ اه سكت، يبقى مش معاك. بقول لك ايه دلوقتي رفيق، انتوا مش هتعرفوا تتفقوا معاه، اما انا بقى فاسيب لي يومين كده وهكلمك. رفيق فين يا يوسف؟ قلت يومين وهكلمك. سلام. اتفضل يا استاذ مراد. شكرتك مش كفايه. تشكريني على ايه؟ انا ما عملتش حاجه. ازاي بقى؟ ده انت جبتيلي الغالي لحد هنا. النهارده بس انا روحي ردت فيا تاني. اصلك ما تعرفش يا استاذ مراد رجب كان بالنسبه لي ايه؟ وانت الوحيد اللي عارف اللي جراله واختفى فين، مش كده؟ هو الحقيقه انا كنت اتكلمت مع استاذ رجب، تعرفت عليه يعني ورحت له البيت و... وايه؟ عفيف كان بعتك تخلص عليه، مش كده؟ مش فاكر. امال انا مش مصدقك ليه؟ احنا لازم نمشي، احنا هنستأذن. يلا 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 امشوا. تروحوا فين؟ لسه الكلام هيحلو يا جماعة.
انت ما بتقولش الحقيقة. لا انت مش فاهمة، انا اصلي عملت حادثة ولما فقت من الحادثة. عارفة الجميلة حكيت لي فقدت ذاكرتي، بس معقول افتكرت ده كله وجيت عند اهم حاجة ونسيتها؟ عشان كده بقى خرجتيني. امال عشان خاطر سواد عيونك؟ قول لها يا يوسف لو عارف حاجة قول لها. مراد اسمه مراد. انا لو منك اسمع كلامها، شكلها غالي عليك وانت مستحيل تفهم انا حاسه بايه دلوقتي الا لو فقدت حد غالي عليك زي انت. رجع فين؟ قتلناه. يعني رحت له البيت واخدناه بعد كده عشان ندفنه في الصحراء، وهناك طلع ما ماتش. ومين اللي كان معاك ساعتها؟ واحد اسمه رفيق. رفيق؟ اكتر من كده معرفش، كل اللي اعرفه عنه اسمه بس، وكمان مش فاكر احنا كنا بنعمل كده ليه. وانت اللي قتلته ولا صاحبك اللي اسمه رفيق؟ مستني يا رفيق، خلص يا حبيبي. ممكن يكون رفيق وممكن يكون انا، لكن في الحالتين متاكد انه مات. مات عفيف اللي كان بعتك تخلص عليه مش كده؟ انا عايز شغل نظيف. متقلقش ساعتك، صبر بيقول فيك شعر. ما هو اصل الباشا اللي بربينا. انا مش هقبل اي خطا في عمليه زي دي. قلت لساعتك متقلقش، احنا ما بنغلطش اساسا. ده ايه الثقه دي كلها؟ مش بقول لسعادتك صبري باشا اللي مربيه. ايوه عفيف اللي بعتني خلص عليه. يعني ما بتقوليش الكلام اللي انا عايزه اسمعه وخلاص؟ وانا عارف منين اللي انت عايزه تسمعيه. انا كل اللي اعرفه اني بتكلم عن جوزك ابو ابنك. في دي بس عندك حق. طيب عموما انا قدامك اهو، لو عايزه تاخدي حقك مني انا جاهز، بس سيبيها عشان هي مالهاش دعوه. سيبها. معلش حقك عليا، لولا كده ما كانش نطق وانا ما كنتش همشي من هنا قبل ما ينطق، حتى لو اضطريت اهد الدنيا فوق دماغنا كلنا. اما انت بقى طاري مش معاك، انت مجرد اداه وسيله. اكبر عقاب ليك ان انت نفسك مش عارف اي حاجه عن نفسك. طلعوهم بره، مش عايزه اشوف وش حد فيهم هنا. بره، طلعوهم بره. رجب قبل ما يموت قال لي بلغك رسالة، قال لي اقول لك ان كان عندك حق. معلش اني دخلت بالطريقه دي، بس كان لازم اطمن عليك انك رجعتي بالسلام. انت جيت ورايا؟ عشان اعرف مكانك، كان لازم اشوفك تاني. سمر، وانت كنت عايزه تقولي لي ايه قبل ما تمشي امبارح؟ احنا مش هينفع نتكلم هنا خالص. ليه؟ تراقبين؟ ده اكيد. مين اللي بيراقبوكي؟ صبري بيه ولا جوزك؟ انت افتكرت؟ بحاول، بس كمان شفت الصور اللي موجوده عندك هنا في الدولاب. هي صحيح ليك لوحدك، بس واضح ان في حد كنت قصاه مكانك. وفي وسط الصور دي في صوره ليك في فستان الفرح. ما كنتش عايزه اي حاجه تفكرني بيه. طلقته؟ على الورق بس من سنه ونص، او على الاقل يعني هو بابا فاهمين انه طلاق سوري على الورق. بس يعني
مش غريبة قوي ان انا احكي لك نفس القصة اللي حكيتها لك وانت في لندن؟ غريبة، بس معلش ساعديني عشان ارجع افتكر. حاضر. بعد ما بابا اجبرك انك تطلقني وتسيبني، جوزني واحد غني قوي عنده نفوذ وفلوس. اديك شايف الهنا اللي انا عايشه فيه. بس انا ما قدرتش انساك. عشان كده رجعت كلمتيني تاني بعد 10 سنين وانا في لندن؟ ايوه، بعد ما اتحبس طلقني على الورق عشان خاطر الفلوس والأراضي والفلل. بس أنا ما زعلتش عشان رجعت حرة. رجعت حرة ومن حقي أختار وأحب وأتحب. عشان كده كلمتك. شوف يا ستي، أنا لما أنزل مصر في وقت معين كده هعدي عليكي، هتلمي شنطتك وهتيجي معايا. أجي معاك فين؟ أي حتة، هنهرب سوا. تهرب فين يا مجنون؟ انت هتفضل كده مجنون على طول؟ اي مكان في العالم نقدر نبتدي فيه من اول وجديد. هم هيسيبونا؟ محدش يقدر يعمل لنا حاجه، محدش يقدر يمس شعره منك طول ما انا معاكي. كفايه قوي اللي عملوه فينا لحد دلوقتي. وبعدين انت مش اتطلقتي رسمي؟ ايوه اتطلقت، لكن بجد ما ينفعش. ما لكنش، انا زي ما قلت لك هرجع مصر هعمل شغلانه لصبري، هنفذها له. بس في لحظه معينه مش هيلاقيني، هختفي واخدك معايا. ونور؟ نور هتيجي معانا طبعا. سمر سلمي لي على نور. مين نور؟ افتكرتها؟ دي بنتك؟ ايوه، بس بنتك انت كمان. بعد ما بابا اجبرك تطلقني ما قدرتش اقول لك اني حامل. وبعدها بفتره صغيره قوي جوزني مصطفى. الناس كلها افتكرت انها بنته. نور مصطفى مختار، عمرها دلوقتي 10 سنين. نور حبيبتي اطلعي على اوضتك وانا جايه لك دلوقتي. شعور غريب قوي لما تبقى بتبص على حياتك من بره، زي ما تكون واحد تاني، واحد ما تعرفوش. انت فاكر المفاجأة اللي انا قلت لك عليها؟ انا عامله لك مفاجأة، هديها لك اول ما تيجي. مفاجأة ايه؟ قبل ما هو يسافر لك فتحت اللابتوب بتاعه من ورا ودعبست فيه، لقيت داتا كتير قوي، اسماء الناس وارقام حسابات وحاجات كتير قوي انا مش فاهمها. لقيت كمان اسمك الجديد يوسف رمزي واسم مراد الشيشي واسم ممدوح داخل واسامي كتير تانية انا مش فاكراها. ومعاكي نسخة من المعلومات دي؟ طبعا خدت منها نسخة وهديها لك اول ما توصل مصر. انا متأكدة ان دي ممكن تكون حاجة مهمة جدا تأمننا من ناحيته او تجننوا اكتر علينا. خلاص يبقى جنان بجنين، خليها بقى تخرب على دماغي الكل.
افسد عينيا. مادام انت هنا دلوقتي يبقى افتكرت. افتكرت كل اللي انت عملته فيا. واللي انت عملته لما ابتديت تلعب بديلك من ورايا وتلف وتتجوز بنتي عشان تحطني قدام الامر الواقع. حتى لو كانت غلطه فانا دفعت ثمنها وبزياده قوي ساعه ما طردتني بره البلد. انت بتقعدش في البلد دي لحظه واحده بعد النهارده. لو شفتك بالصدفه هقتلك. فاهم؟ انت فاهم. انا يوم ما رجعت لك لندن كنت فعلا ناوي ادي لك فرصه تانيه بجد، بس انت برضو لفيت من ورايا ولعبت بديلك. رجعت لي لندن بعد ما سرقت مني بنتي واديتها لواحد. انت اللي سرقت بنتي الاول. وبعدين حط نفسك مكاني. حفيدتك تبقى بنت مصطفى مختار ولا بنت واحد مجهول ماله اسم ولا هويه؟ انت اتكتب عليك طول عمرك تفضل هربان وباسم مؤقت مهما عملت فيها فكيك. وضربت في البورصه وفتحت حساب في جزر البهاما وحطيت فيه 60 مليون دولار. تعرفت منين؟ واضح ان انت نسيت اول درس انا علمته لك. اوعى تثق في حد حتى اقرب الناس ليك. اكيد سناء هي اللي بعتت لك رقم الحساب. برافو. وانا ما سبتهاش معاك في انجلترا 6 اشهر عشان تفسحها وخلاص يعني. يعني اللي حكيته لي في شقه المساحه كان نص الحقيقه بس. انا ما كذبتش عليك في اي كلمه. انت شكلك نسيت الدرس التاني. دايما الكذبه مستخبيه بين حقيقتين. ودلوقتي بقى المطلوب مني ان انا اكمل معاك مثلا؟ انت كنت جاي من لندن وفاكر ان انت بتضحك عليا. هترجع لبنتي هتاخد مني حفيدتي وتطلع بيهم البهامس. لكن انا ما بضحكش عليا بسهوله. انا سبتك تعمل كل اللي اتفقنا عليه لغايه اللحظه دي. يعني ايه؟ يعني انت اللي مدبر لي الحادثه اللي حصلت لي لما رجعت من لندن؟ شوف في اسئله كتيره احسن تفضل بدون اجابه. انا لو عايز اموتك ما كانش في حاجه تمنعني من 10 سنين لحد دلوقتي. بس الموت راحه وانا مش عايزك ترتاح. كفايه قوي تحس ان بنتك قدامك ومش عارفك، والناس الطيبين دول اللي يساعدوك هيروحوا في الرجلين من غير ما تعرف ترد المساعده. طاهر يونس اللي انت ضربته في صدره عشان يلحقوا ينقذوه في المستشفى. بس اللي انت ما تعرفوش انت مش هتقدر تمنع عنه مصيره. اللي بيقرب من الشمس زياده عن اللزوم يتحرق. تاني مش هتعرف تلحق المره دي. هو سابك وخلع تاني. خلع؟ انت فكرك ان انا كده هيأس؟ ريحي بالك ونسيه. انت المره دي مش هتلاقيه تاني ابدا. طول ما هيفضل عايش هيفضل عندي امل. انت تاني؟ تحس ان انا ايه كفايه بقى؟ صدقيني يا هاله انا بص يا يوسف انا مش عايز اسمع منك اي حاجه تاني. لو سمحت اتفاعل لحد كده وسيبني وامشي. انها اي حد من بره. Thank you.
دكتور صبري عايزك. دكتور صبري مدير المستشفى. اتفضلي انت يا دكتور سعد. ازيك يا مصطفى؟ سجارة؟ طيب ايديك لو انا دخلت؟ شوف يا مصطفى، انت ضابط شرطة متعود تتعامل مع الأدلة المادية. كل الأدلة بتقول إن أنت مصطفى مختار. أنت كمان لازم تصدق إن أنت مصطفى مختار، حتى لو ده ضد قناعتك. متفبركة. كل الأدلة اللي بتتكلم عنها دي متفبركة، وأنت كمان بتضحك عليا. أنا هضحك عليك ليه؟ طيب هنعتبر إن هي متفبركة. بس لو الناس أجمعوا على كده، على حاجة واحدة يعني، ده معناه إن هم على حق، وأنت اللي محتاج يغير قناعاته. حتى لو كل الناس بتخدعني؟ هيخدعك ليه؟ مفيش أصلاً دافع للخداع من أصله يعني. تسمع عن حكاية نهر الجنون؟ كان في مملكة زمان وفيها نهر، والنهر ده تلوث، وكل اللي شربوا منه اتجننوا ما عدا الملك والوزير. ولما بقوا هما الاثنين بس اللي قاعدين، الشعب فاكرهم مجانين، فاضطروا يشربوا من نهر الجنون ويعملوا زيه ويتجننوا يعني عشان يبقوا عاقلين. وانتوا بقى عايزين نشرب من نهر الجنون؟ انا قريت اللي انت كتبته، قصه بديعه وخيال جامح، رغم ان انت طلعتني انا الشرير يعني، بس الحقيقه انا استمتعت بالقراءه. بس انت لازم تكملها، احنا عايزين نعرف يوسف رمزي عمل ايه لما قابل مصطفى مختار. وبص، لو عايز في يوم من الايام تنشر اللي انت كتبته ده، انا ممكن اساعدك. انا عندي ناس صحابي كتير جدا عندهم دور نشر، وممكن يساعدوك ان لو عايز تنشر الحاجات دي يعني. اصلا انا كان ليا بدايات ادبيه، مستغربش، بس مين بقى في البلد دي بيقدر الادب؟ اللي انا عايز اقوله لك، اللي انت كتبته ده نوع من الحالة الدفاعية. يعني ايه؟ يعني بالبلدي كده، عقلك ما قدرش يستوعب فظاعة الجريمة اللي انت ارتكبتها في حق مراتك وعز اصحابك. عقلك ده خلق لك عالم متوازي بديل عشان تحمي نفسك من الانهيار. وكل ما كنا بنقربك للواقع، حالك الدفاعية دي كانت بتبقى أعنف وأعنف، وتعمل حاجز بينك وبين الحقيقة. بس أنا شايف إن الدواء ابتدى يجيب مفعول. من بكرة هنبتدي طريقة جديدة في العلاج، عشان نخلصك بقى من العالم البديل اللي أنت حبست نفسك فيه، وتعيش بقى شخصيتك الحقيقية، مصطفى مختار. يوسف رمزي، ممدوح يا فندم، ممدوح داخل. افتكرت الفترة اللي كنت فيها ظابط، كان اسمي محي الدين فؤاد. أحمد غريب متولي سلامة. غريب مين؟ بلغوا الكلمتين دول من فضلك يا أستاذ مراد. أنا مش فاهم أي حاجة. أنت مصطفى مختار. أنت. أنا واحد عارف ومتأكد إنك يوسف رمزي. عمرك ما نسيت إن أنا أمك. هنتجوز. خلي بالك من نفسك. وانت كمان يوسف. تسمع عن حكايه نهر الجنون؟ ما هي دي تالت انتكاسه من سنوات. اوعى تثق في حد، حتى اقرب الناس ليك.
ازيك يا غريب؟ انت مين؟ انا مصطفى مختار. مصطفى مختار؟ امال انا ابقى مين؟ ما اظنش انهم قدروا ينسوك اسمك. انا عارف انهم بيدولك حقن كتير قوي تهد الحيل، لكن بمعرفتي بيك اقدر اقول لك انه مش هيقدر عليك. معرفتك بيا وانا اتقابلنا قبل كده. انا ما بقابلش حد ولا بشوف حد، لكن انت حاجة خاصة. انا قابلتك مرة واحدة بس في لندن قبل ما ترجع على مصر، لما صبري جالك علشان تشتغل معاه، فاكر؟ مش فاكر. هتفتكر حبة حبة لما الأدوية اللي بيدوها لك دي مفعولها يبتدي يروح. يعني أنا مش مجنون؟ ما ألفتش رواية وبتخيل إنها بتحصل زي ما بيقولوا؟ لا مش مجنون، لكن صبري بيحب يلعبها كده، يعيشك في واقع مش موجود. لكن أنا مش زيه، أنا دغري وواضح وصريح. طب وليه بيعمل فيا كده؟ ليه ما ضربنيش رصاصتين وخلص نفسه وخلصني؟ صبري محتاجك علشان يأمن نفسه. يأمن نفسه من مين؟ مني. إزاي؟ وأنتوا مش بتشتغلوا مع بعض؟ صبري ده عمل زي ناس كتير قوي كانوا بيشتغلوا عندي، انا اللي عملته، وانا اللي مسكته ملف حافظ مشهور اللي كان المفروض يكسب الانتخابات ويبقى رئيس. المفروض؟ ايوه المفروض، لكن الاوامر جت غير كده. اوامر من مين؟ العالم مش مساب للصدفه والفوضى يا غريب، العالم له اصحاب مسؤولين عنه، واحنا شطرنج ايدين تانية هي اللي بتحركه. للناس اللي زينا بيعملوا الشغل قذر اللي ورا الستارة علشان الناس الغلبانة اللي في الشارع تعرف تعيش. والحاجة الوحيدة اللي احنا نقدر نواسي بيها نفسنا ان احنا لما بنحط رصاصة في مخ واحد منهم بنعمل ده لهدف نبيل. وانت يا غريب الطريق خلص. بعد ما مجدي عبد العزيز بقى رئيس، حافظ مشهور وصبري اتقلب، ومن بكرة الصبح لازم يدوروا لهم على حد علشان يدفع الحساب ويشيل المشاريع. الخطة دي محطوطة من زمان، من فوق العشر سنين، ومحدش هيقدر يوقفها ولا يقف وسطها. ما تضغطش على نفسك يا غريب، هتفتكر كل حاجة في وقتها. طب طالما الخطة محطوطة من زمان وانتوا عارفين ان مجدي عبد العزيز هو اللي هيكسب الانتخابات، ليه خليت الراجل بتاعك يشتغل طبعا حافظ مشهور؟ لان شغلنا ما فيهوش حقيقة مطلقة، كل حقيقة لها 100 وش. صبري كان واحد من رجالتي صحيح، لكن في اللعبة اللي احنا بنلعبها دي لازم ترص رجالتك زي الدومينو بالظبط. زي الدومينو كلهم ورا بعض واحد ورا التاني. المهم ان احنا وصلنا للي عاوزينه بالظبط، وزي ما انت التزمت معايا انا لازم التزم معاك. اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ ده بقيه المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه، ده غير اللي حولته لك على جزر البهامس، فاكرها دي؟ فاكر فاكر. دي رقم الحساب اللي صبر اكتشفه بعد كده. ايوه، هو ما كانش متخيل ان ممكن يبقى فيه اتفاق بيني وبينك، علشان كده فضل وراك علشان يأمن نفسه مني اول ما حس ان انا ممكن ابيعه، وانه كده كده هيقع مع حافظ مشهور. كان هيموت علشان يعرف الخطة اللي احنا رسمناها انا وانت، لكن الوقت خلاص اتأخر واللعبة خلصت. طيب انا عندي سؤال، ازاي انت بتقول ان احنا الاتنين كنا متفقين
وازاي رحت اتجوزت مراتي سمر وبنتي نور اتكتبت باسمك؟ ما هو ده الاتفاق اللي كان بيني وبينك، انك اتجوز مراتك على الورق صوري واخد بالي من بنتك لغايه ما نخلص من صبري، وبعدين ارجع اطلقها تاني على الورق صوري وانت ترجع لها وتعيش معاها، والمره دي باسم دائم مش اسم مؤقت. بالمناسبه باسبورك الجديد باسمك الدائم ومعاه 3 تذاكر درجه اولى للبهامس، روح هناك ابتدي حياتك من جديد. مش عارف ليه مش مطمن. عشان اللي انت فيه يا سيدي. المهم لا، دي الفلاش ميموري اللي صبري حاطط فيها كل اللي ماسكه عليك. خد اتفرج على تاريخك الاسود وامسحه بايدك. امسح غريب ومراد ويوسف رمزي، انسى كل اللي فات وابتدي حياه جديده. خايف كل ده يطلع في الاخر هلوسه وافتح عيني ولا نفسي مجنون تاني. اكيد مهلوس، انت مش شايف ان انا مشلول؟ مشلول عشان الادويه اللي بيدوها لك، لكن لما تاخد المضادات بتاعته هتطلع من هنا جري. ثق فيا عميان. طيب انا اثق فيك عمياني، بس انا ليا طلب. طلب ايه؟ في واحد يلزمني صبري حاجزه هنا في المصحة. الراجل ده انقذ حياتي كذا مره. الدكتور ايمن يا راجل، عيبك انك بتحب الناس بسرعه قوي. انا هقوم ساب لي الموضوع ده وانا هتصرف. تصرف ازاي؟ ثق فيا عميان. طيب انا هشوفك تاني. عاوزه بس يروح حتة بعيدة أو يهدى علشان أعرف أستفيد منه. يعني أنت شاكك فيه؟ طبعا، لأنه صندوق أسود له علاقات مهمة مع ناس كتير، وزي ما كان بيلعب عليا وعلى صبري ممكن يكون بيلعب طرف ثالث ورابع وخامس. بس هو يفتكر. هتعرف ازاي انه افتكر؟ خفيش مش حسيبه، عيني هتفضل على طول.